يا هلا ومرحبا ومسهلا بالعطر اللي طال انتظاره. تكفون من متى انا مسولفت لكم عن عطر عز انه توه اليوم يوصلني. طبعا عطر عز انا يعني مسوين لي الخلطة من قبل 3 شهور ومعتمدتها. الخلطة عبارة عن شيء ناري. عطر عز انا سويته للفانز مالي لمحبيني. هذا العطر بالذات كنت أبي كل واحدة تتابع جمال كولكشن يكون عندها هذا العطر. لما جهز العطر وخلص جاتني رسالة: جمال العطر قوي قوي قوي، الخلطة عبارة بنات عن قسما بالله. شفتي لقطة لما تتبخرين وتتعطرين وتحطين زفاف ونزاي وتحطين شهلة وبهلة وتحطين ثمين وتحطين غيوص؟ شفتوا هاي اللقطة كذي؟ هذه الخلطة شفتوا هذه العفسة كلها كذي لما تخلطين؟ هو عبارة عن عطر عز يما على جماله. هذا العطر ما أدري شنو أوصف لكم، ولكن قاعد أقول لكم شفتي لما تخلطين بالضبط، والله شو قاعد أشرح لك؟ زفاف، نسايب، شهلة، بهلة، جوة، جود، هتان، ثمين، غيوص. شفتي لما تخلطين كذي مجموعة أشياء مع بعض يطلع لك كومبينيشن، وبعدين في عرفتها شوية سحنة الآيرش لذر خفيفة. شفتوا هذه الخلطة اللي أنتي لما تي عطور أو 6 عطور مع بعض؟ شفتوا أنا ما أعطيكم هالخلطة، أنا اختصرت لكم إياها العطر. هذا أخذي بدون تردد، وأقول لك شيء، إذا أخذتي العطر لا تخلطين معاه ولا شيء. تابعيني عليكم بألف عافية. هذا العطر ون شوت، كمية معينة، لأن الغراش هي كانت كمية وإحنا أخذنا كل الكمية. عليكم بالعافية. وسميتها عز ليش؟ لأن أنتو عزي. أنا عن نفسي راح أطلب لي 5، ولكن أنتو تثقون لما أنا أقول لكم هذا العطر طلع، يعني شفتو من قلبي كذي، الخلطة طلعت من قلب، طلعت من قلب وبحب كثر ما أنا أحب متابعيني. أنا هذا سويته لمتابعيني وليس لتجارتكم، يعني شيء فوق مستوى الإبداع. العطر الأول والثاني اللي هو عز ومسا، هذولا العطرين الوحيدين نوع من أنواع رد الجميل لمتابعيني. هلا ومرحبا ومسهلة بالخلطات الصعبة. رح أسوي لكم خلطة مجنونة. طبعا أنا أعرف متابعيني عندهم كل هالعطور، ولكن هذا ما توصلت إليه. نخليه خلطة أول يوم العيد. عبارة عن شنو؟ أول شيء أبي أبشركم إن باكر رح ينزل من أساطير هذا، عرفتوا اللي كان خالص نزلوا أول يومين رمضان، وبعد ما تبخرين بهالبخورة السنعة. طبعاً عتي جمسيان، أنتوا عارفين إن أهو رشوش من الأشياء اللي تثبت العطور، فتبلشين فيهم ترشين عتي جمسيان، بعدين تيين حق عطر جوا. بالنسبة حق عطر جوا، عطر جوا عبارة عن آيرش مع عود هندي، شيء مجنون الآخر. هذا بأرض المعارض ما كان يقعد دقيقة. وعطر الجوكر الحب اللي من كثر ما أنا أحبه، وهو حق الخلط يهبل، يعني أنا أريم ما أحطه بروحه، أحطه كله مع الخلطات، يعطي تجعود بكائي. بعدين جود، عطر جود عطر لذر، بس مو اللذر العادي، مو اللذر اللي أنتوا تشمونه، مو اللذر المستهلك، لا، ريحة الجلد. هذا طبعا بالنسبة لي جود من العطور الصعبة وذوق الناس اللي تفهم بالعطور. ني الحين حق العطر المجنون اللي هو جويا. هذه الخلطة معاهم رهيبة. جويا طبعا خلطة ومجموعة من أنواع العود. هذا العطر جويا من روائع عطوري مع ترنزي. لما طبعا تين تخلطينه مع هذه المجموعة تصير شيء بكائي. ني الأخير اللي راح يسوي لنا كل هالأكشن لما نخلط كل هذولا، راح تحطين معاهم ثمين عبارة عن مركب، شيء مجنون. هذه المجموعة إذا خلطتيها خلاص، بس أنت سويتي تبخيرة خيالية. تخيلوا أقول لكم شيء بنات، حتى لو تحطون هالعطور هذه كلها بدون بخور كأنش متبخرة. هذول العطور كلهم متوفرين
أبوتيكي. هذه المجموعة إذا حطيتيها وخلطتيها جديد عشوائي، قسما بالله راح تكونين مبخر متحرك، لأن كل المجموعة اللي خلطتها مع بعض كلهم متوافقين.